بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن إنشاء فورست ودومين تري جديدة، وإنشاء أو بروموت أول دومين كنترولر ودي إن إس في ويندوز 2012 R2 سيرفر أو ويندوز 2016 سيرفر. هي نفس الخطوات بالضبط، مفيش أي تغيير في الخطوات، نفس الويزرد أو النافذة اللي هتطلع لك في ويندوز سيرفر 2012 هي اللي هتطلع لك في ويندوز سيرفر 2016. ده السيرفر اللي هنعمل عليه الدومين الجديد والدي ان اس، وطبعا دي ويندوز سيرفر جديده مش نازل عليها اي حاجه. ورك جروب، نعمل لوجن، السيرفر مانجر بيفتح. زي ما اتكلمنا يا جماعه قبل كده في فيديو سابق ان في ويندوز 2008 وما قبلها كنا بنستخدم امر اسمه دي سي برومو عشان نعمل اضافه او ازاله للدومين كنترولر. كنا بنفتح الرن ونكتب دي سي برومو ونمشي مع النافذة اللي بتفتح لحد ما ننتهي من تركيب او ازالة الدومين. لكن من اول ويندوز 2012 اتنقلت مكان تاني، وزي ما احنا شايفين بيقولي ان هي اتنقلت وبقت في السيرفر مانجر. تعالوا نشوف مع بعض. السيرفر مانجر مفتوح، نضغط على لوكال سيرفر ونراجع مع بعض شوية حاجات. طبعا لازم السيرفر يكون متصل بالشبكة connected وواخد static IP. نضغط على ايثرنت، رايت كليك على الكارت بتاعي properties، نروح على اعدادات ال TCP IP version 4، نضيف الاي بي بتاعنا تمام، والسبنت ماسك والجيت واي. اوكي، بالنسبة للدي ان اس انا هضيف نفس الاي بي بتاع السيرفر لان هو هيبقى دومين كنترولر ودي ان اس كمان. الاي بي اللي انا اضفته ده 127.0.0.1، ده يا جماعة اللوب باك اللي هو الاي بي المحجوز في الكلاسات الخاصة اللي بيستخدم للتعبير عن اي بي كارت الشبكة على نفس الجهاز. نقول له اوكي، كلوز، نقفل ونعمل ريفرش عشان يحس بالاي بي. وزي ما احنا شايفين حس بالاي بي. نروح على كمبيوتر نيم او اسم السيرفر ونضغط عليه، نقول له تشينج ونغيره حسب النيمينج كونفنشن او نظام التسميه اللي هنشتغل بيه، ونكتب اسم السيرفر. اوكي، هيطلب مننا ريستارت، نقول له اوكي ريستارت. نعمل لوجن، من السيرفر مانجر نروح على لوكال سيرفر تاني. زي ما احنا شايفين اسم السيرفر اتغير، الفايروول اون، الريموت ديسكتوب ديسيبل، نضغط عليها ونعمل لها انيبل او هي مش مفعلة فاحنا هنضغط عليها عشان نفعلها. هنختار allow remote connections to this computer علشان نقدر نتصل بالسيرفر عن بعد او نكونكت ريموتلي. apply okay. طيب نروح على اول سيرفر ونعمل رايت كليك على السيرفر بتاعنا ونختار منها add rules and features، next next، نحدد السيرفر ونضغط next. ده المكان اللي هنضيف منه الرول اللي هنعمل لها setup. هنختار ونحدد الactive directory service، هيقول لي ان هو هيضيف الفيتشرز المطلوبة علشان الactive directory. هنقول له okay add features، نختار ال DNS، هنقول له add features next. طيب دي الفيتشرز يا جماعة اللي هو هيضيفها عشان الاكتف دايركتوري وال DNS، وممكن نضيف حاجة تانية بس خلينا على الديفولت او الاعدادات الافتراضية، ونقوله next. هنا بيقول لنا موجز او معلومات عن الاكتف دايركتوري، هنقوله next. نفس الموضوع على ال DNS برضو شوية معلومات عنه، نقوله next. هنا بيأكد معاك على الحاجات اللي هتنزل على السيرفر قبل ما ينزلها، نقوله install، هيبتدي يعمل انستول. خلص انستليشن، كلوز. نروح على الاشعارات ونقول له بروموت ذيس سيرفر تو ا دومين كنترولر، يعني هنرقي السيرفر ده وهيبقى الدومين كنترولر.
لانه كده هو خلص تنزيل او انستول ولسه عايز يعمل شوية كونفيجريشن او تظبيط يعني. طيب هنا بيسألني تحب تضيف دومين كنترولر في دومين موجود عندك، يعني نعمل اديشنال دومين كنترولر، احنا هنا ما عندناش دومين اصلا، ولا عايز تضيف دومين في فورست موجودة عندك، يعني عايز تعمل حاجة اسمها تشايلد دومين، وطبعا برضو الكيس دي مش موجودة عندنا، احنا ما عندناش دومين ولا فورست اصلا، ولا ما عندكش حاجة وعايز تعمل فورست ودومين جديدة. طبعا هنختار اد نيو فورست لان احنا ما عندناش اي حاجة خالص، وهيبدأ ياخد مني شوية معلومات علشان يعمل لي الفورست والدومين بتوعي الجداد. نكتب الاسم او الروت دومين freecloud.com، هنقول له نيكست. طيب بيسألني على الدومين والفورست فانكشن ليفل، دي اللي بتحدد نوع او اصدار الويندوز سيرفر اللي هتنزل على الدومين كنترولر في الدومين والفورست بتاعتنا. بمعنى تاني لو اخترنا الفانكشن ليفل على الدومين والفورست 2008 R2، يعني مش هينفع يبقى في دومين كنترولر في الدومين او الفورست بتاعتي اقل من 2008 R2، يعني لما احب اعمل دومين كنترولر لازم يبقى على الاقل نازل عليه ويندوز 2008 R2. يعني لو نزلت ويندوز سيرفر 2003 على سيرفر علشان نعمله دومين كنترولر مش هينفع، لازم على الاقل يبقى 2008 R2 او اعلى، يعني لو 2012 ماشي 2016 ماشي. بمعنى اخر يا جماعة الفانكشن ليفل دي لما نعملها 2008 R2، يعني هو مش هيتعامل مع دومين كنترولر اقل من 2008 R2 خالص. طيب هنا بيقول لي ان الدومين كنترولر ده هيبقى DNS وجلوبال كاتالوج كمان، وطبعا لانه اول دومين كنترولر في الفورست فهو مش سامح لك تختار انت عايزه DNS ولا جلوبال كاتالوج، لان ما ينفعش اول دومين ينزل من غيرهم، لازم على الاقل يبقى في واحد جلوبال كاتالوج وواحد DNS. والجلوبال كاتالوج ده يا جماعة هو عبارة عن الداتابيز اللي فيها معلومات عن كل الاوبجكت اللي في الفورست، اللي هي حسابات المستخدمين اليوزر اكاونت واجهزتهم كمبيوتر اكاونت والمجموعات او الجروبس بتاعتي. تمام. طيب هنطالب مني ان انا اضيف الباسورد للاكتف دايركتوري ريستور مود، ودي طبعا مهمه جدا في حاله حدوث مشكله في الدومين كنترولر بتاعي. بيبقى في اوبشن في السيف مود اسمه اكتف دايركتوري ريستور مود، بيسمح للادمن او المسؤول انه يصلح اي مشكله في الاكتف دايركتوري او يرجع قاعده البيانات او الداتابيس بتاعه الاكتف دايركتوري. طيب هنضيف كلمه السر، هنضيف الباسورد، نقول له نيكست. Next هيسألني على النيت بايوز نيم، وده اللي هو الاسم المختصر للدومين، وده بيوفر لنا شوية خدمات كده، يعني لو حبيت اوصل للسيرفر من الشبكة بتاعتي باسم مختصر. وطبعا النيت بايوز نيم ده يا جماعة بيشتغل في اللاير الخامس سيشن لاير 5 في الـ OSI موديل، وبيسمح للابليكيشن او التطبيقات على الاجهزة انها تتصل over local area network وما بيزيدش عن 15 كاركتر. نقوله Next. طيب هنا يا جماعة المكان الافتراضي اللي بتخزن فيه قاعدة البيانات الخاصة بالدومين، والسيسفول فولدر اللي بيبقى فيه كل الملفات الخاصة بالدومين زي ملفات الجروب بوليسي، والفولدر ده بيبقى شيرد يعني كل الدومين كنترولر شايفاه عشان تقدر تراجع منه البيانات مع بعض، والملفات الموجودة فيه بتتنسخ على كل الدومين كنترولر. واللوجز فولدر ده بيبقى المكان اللي بتخزن فيه كل اللي بيحصل على الدومين الترانزاكشن وكل الحاجات اللي بتحصل على الدومين. طبعا احنا ممكن نغير المكان زي ما احنا عايزين، نقول له على الدين، نقول له اي مكان يعجبنا، ولكن خلينا في الاعدادات الافتراضية او الديفولت ونقول له نيكست. هنا بيأكد علينا الحاجات اللي احنا اخترناها قبل ما نبتدي، وكمان نقدر ناخد الاعدادات دي على هيئة باور شيل سكريبت ونعملها اوتوماتيك. نقول له نيكست، هيبدأ يتأكد من الحاجات اللي لازم تكون موجودة علشان يكمل. قال لنا كل حاجة تمام، هنقول له انستول. خلص عملية التنزيل او الانستول ومحتاج يعمل ريستارت. نعمل لوجن
وزي ما احنا شايفين يا جماعة الوضع بقى مختلف تماما. احنا كده داخلين على الدومين بتاعنا، اسم الدومين سلاش ادمنستريتور، ندخل الباسورد زي ما احنا شايفين الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيس والدي ان اس نزلوا على السيرفر، يعني السيرفر ده بقى دومين كنترولر دلوقتي ودي ان اس. طيب نروح على تولز، هنلاقي كل الادوات اللي عن طريقها نقدر ندير الدومين او نمانج الدومين موجوده. ماشي، اكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوترز، اكتيف دايركتوري سايت اند سيرفيسز، دي ان اس، جروب بوليسي. طيب نضغط على اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، نلاقي الدومين بتاعنا، نضغط عليه نفتحه، كل الكونتينرز موجوده، الدومين كنترولر او يو وموجود فيه حساب الكمبيوتر للدومين بتاعنا، اليوزرز وفيها حسابات المستخدمين والجروب الافتراضيه، طيب نروح على تولز، نفتح الدي ان اس، زي ما احنا شايفين الدي ان اس نزل وعمل زون وعمل الزون بتاعت الدومين الجديد. طيب تعالوا بقى نعمل انستول او نركب اديشنال دومين كنترولر، دومين كنترولر تاني او اضافي في نفس الدومين علشان الافيليبيليتي او الاتاحة، لو دومين كنترولر حصل فيه مشكلة المستخدمين يعرفوا يشتغلوا من غير ما حد يحس بحاجة، وكمان هننزل معاه الدي ان اس. تعالوا نشوف مع بعض.